باعدت يرة الشوط في يوم الأمس، قدم سمحة في أول الأشواط وفي هذا الصباح يقدم النويعس، ولكن خلي بالك الهجوم من الظبي عبد الله بن سالم بن مشلش العامري يعلن الهجوم في اللحظات الأخيرة، النويعس ولكن الظبي القادمة في اللحظات الأخيرة لينطلق السلام إلى أهالي العين واللحظات الأخيرة التدخل. مشاهدينا متابعينا الكرام، من كيف لمبارك بن طرشوم بن صالح العامري، فاجأنا في اللحظات الأخيرة. بن خزام القادم العمري يتقدم ويقدم خلابة حمد بن عبد الله بن خزام العمري، لكن بن خزام وبن قطامي يا قوة اعصابك يا بن قطامي، من يقدم اليسار على المركز الثاني، لكن بن خزام بن قطامي اللحظات الأخيرة، وين السلام حير طاير، لكن اليسار وخلابة واليسار، لكن اليسار صاحبة السجل الحافل روحت وسلمت على اهالي ند الشباب المركز الثاني، وصلت خلابة لحمد بن عبد. بالضبيعة مع شاهين والأمتار الأخيرة، خلاص يا أهالي السلطنة، سلام وتحية الجحافي من المرموم إلى السلطنة من دبي، ولكن شوف التغيير، أوه يلي غير الحذر سعيد بن عبيد بن سالمين، راح ناصر بن عيد، راح ود الصانخ، راح في التضمير مع الحذر تهانينا نوديها ونزفها من المرموم لعبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، بو محمد خلف هذا الشعار والداعم لهذا الشعار، تهانينا سعيد بن عبيد بن سالمين المنصوري على هذا الفوز. المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بالضبيعة. المركز ياهم انطلاق شوط القعدان المهجنات الأصايلة، أول أشواط المهجنات من المرموم من دانة الدنيا دبي إلى بالخصم ولا بن كاسم ولا بن نصرة، اللحظات الأخيرة نجد راهي ومروع، لكن راهي برهوي هذا الشعار، يلا يا بالخصم عاد مروع بالنصرة على المركز الأول إلى العين وزاخر السلام، إلى العين وزاخر من المرموم إلى العين، تهانينا والناموس لك يا أبو عبد الله على هذا الفوز، حمد بن سالم بن نصرة العامري أنت المنتصر في اللحظات الأخيرة، راهي لحمد بن علي بالخصم الكتبي المركز الثالث. النكبة عادت الله رباعية أصبحت رباعية بقيادة هزر والنكبة من الجانب الآخر، الله هنا بالانطلاق والأداء الجميل، النكبة أن تنطلق إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هنا لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري من المرموم إلى المرموم، هنا هذا الانطلاق وهذا الأداء المميز الجميل، هنا سلام هنا على هذا الأداء للنكبة، وقلنا لكم من تهب النكبة تيب الخير وتيب المطر والغيث، وها هي النكبة على الصدارة على المقدمة، تهانينا وناموس سالم بن عامر بن عمهي المنصوري المركز الثاني، وصلت ثمينة بالمركز الثاني لمحمد بن راشد بن سعيد اليابري والمركز الثاني. تعبت بن سالمين المنصوري تبى تتعبهم، بوسيف وشوف الوصول، هذه اللي وصلت هذه بن دقاش، هذه مزنة وصلت في هذا
بن دغاش وصل بن قطامي وصل بن قطامي ولكن متعبه منصور بن سيف بن سالمين المنصوري قبل اسبوعين هذا موقعها ولكن بن قطامي ولكن يبقى النقطه الثانيه راعي الياسات يبقى توقيت يا سلام قطامي بن محمد بن ثاني بن قطامي الفاتنه اللي انتزعت الناموس المركز الثاني متعبه منصور بن سيف بن سالمين المنصوري المركز غازي قادم السلوم الله لمن الفوز لمن الناموس هذه اللحظات الله 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 التحدي الأخير هنا شاهين ومهيض يا سلام بدأت الحركة بدأت الأوامر في هذه اللحظات بدأت الاندفاعات بدأت التحديات شاهين يتسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول شاهين من غير على الصدارة محمد بن سعيد بن حارب بسيف العميمي من انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة هو بالمركز الأول سلام على هذا الأداء المميز الجميل لمحمد بن سعيد بن حارب السيف العميمي على فوز شاهين بالمركز الأول المركز الثاني الوسمي لسعيد بن حمد بن مصلح المركز القادم من السلطنة من القطاع الجنوبي أهالي أيضا أهالي شليم أهالي ثمريت يتابعون تحديات مرمول واللحظات الأخيرة ما شاء الله الذيب مع المركز الثاني راشد بن سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي والقادم الطليلي لسعيد بن هلال بن طراف المنصوري ما شاء الله تبارك الله اللحظات الأخيرة مرمول الطليلي مرمول واللحظات الأخيرة كان الدخول جماعي المركز الثالث الذيب راشد بن سعيد بن حمد مصلح الحبابي المركز الرابع بن حديد الينيبي مركز في مسار الشوط ووصلت هناك ثورة وصلت في هذه اللحظات أو ثروة حمد بن يوعان بن حمد الشامسي يقدم ثروة لكن الثلاث المراكز الأمتار الأخيرة المحرمي والوهيبي وكذلك بن منانة ولكن المحرمي خلاص مع المركز الأول مسيطر مع وعد أوفت بالوعد أشكرك سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي يعلن الفوز وناموس راشد بن عبيد الوهيبي ياتي على المركز الثاني غزلان عبيد بن سعيد بن منانة في المركز الثالث الأخيرة ما بين القطاع الجنوبي ما بين بالخيرات وما بين هالند الشبة ياهي معركة ياهو تحدي ودوى الشايبة بن مروشد وبالخيرات 400 متر الأخيرة يا بن مروشد اللحظة الأخيرة هالند الشبة يتابعونك هالند الشبة يترقبون السلام والقطاع الجنوبي من اليمين ياتون بود ود والشايبة بن مروشد اللحظات الأخيرة إلى القطاع الجنوبي ولا ند الشبة ولا القطاع الجنوبي الدخول جماعي بناخذ المركز الثالث ولكن هنا الصدارة مع منحاش على المقدمة على المركز الأول صدارة هذا الشوط خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بمانع يقدمه والمشرفي مع مزاحم أحمد بن ناصر بن راشد المشرفي هنا المنطلق بهذا الانطلاق والأداء ولكن منحاش سلوم
ام جميره سلام سلام عاشق السلاله الشاهينيه سلام على هذا الاداء المميز الجميل يا ما صال وجال بهذا الاسم اسم من حاش هنا ايضا لا عاد على الفوز وعلى ناموس بهذا الاسم اعتدنا مع من حاش هنا بهذا الانطلاق تهانينا لخليفه بن سلطان بن رشيد المركز الثاني مزاحم لاحمد بن ناصر بن راشد المشرفي وياتينا الوسمي لحمد بن محمد الشوط والشبابي الشبابي الشبابي ينطلق بناموس هذا الشوط ولكن من الجانب الآخر من الجانب الآخر التحديات في هذه اللحظات شاهين حاتب بسعيد بن عقيدان العويسي انطلق في اللحظات الأخيرة ير الشوط في الأمتار النهائية ليهدي السلامات لأهالي السلطنة ولمالكة وأيضا لمتابعي ولمحبي هذا الشعار حاتب بسعيد بن عقيدان العويسي سلوم سلام بن عقيدان بهذا الأداء المتميز تهانينا لحاتب بسعيد بن عقيدان العويسي على فوز شاهين بالمركز الأول المركز الثاني أتيم لعامر بن حمد بن حميد العويسي المركز يا وهج والعصاف الابطال دفع ذاتي اداتي القائم من هذه الذلول العملاق على ارضيه هذا الميدان مشكور يا الدرعي بنتاجك بنتاجك تتقدم كل الاسماء وهج بتاريخك يا سلامي عليك يا الدرعي ها هو الناموس فلا فلا ها هو الناموس وطعمه غير في اشواط الانتاج سلام سلام يا رعي وهج لله درك لله درك تسلم يمينك على هذا الضمر حمد بن معيوب بن سالم بن حمد الدرعي تسجل هذا الانجاز الى انجازاته وتاريخه السابقه دائما بالانتصارات المركز الثاني منصب لراشد بن سعيد بن غدير يكتب المركز الثالث ديما لمحمد بن سيد من خيرات العامل المركز تبارك الله الرقص 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 بهذا الأداء بهذه العروض الجميلة والرائعة عجائب التحدي مع معزة والانطلاق القادم مع قطنة مع الثلاث المراكز الأولى وعجائب عجائب على الصدارة عجائب على المقدمة معزة تحاول معزة مع المركز الثاني ولكن عجائب حمد بن عبد الله بن علي مهليبة من يقدم عجائب اللحظات الأخيرة عز قادمة مع المركز الثاني هذا التقدم بهذا الانطلاق محمد بن سهيل من خيرات العامري ولكن عجائب على الصدارة سلام للعوير سلام تهانينا لحمد بن عبد الله بهليبة المركز الثاني بالشعار انطلاقه ظبيان شفيان بن سعيد بن علي العامري هو اللي على المركز الاول ولكن المطالب في الناموس من غبل مخباط عتيج بن سيب بن حاضر العميمي الامتار الاخيره التحديات الاخيره الانطلاقات الاخيره يا سلام يا مخباط غير الى مقدمه الشوط سحب بساط المركز الاول وين السلامات وين لاهالي الهبال لأهالي الأهباب يستاهلون عتيج بن سيفة بن حاضر العميمي يعلن الفوز يعلن الناموس مع مخباط أبو محمد تهانينا لك يا أبو محمد على هذا الفوز والناموس مخباط عتيج بن سيف بن حاضر العميمي يعلن الفوز المركز الثاني اللي هو ظبيان لشفيان بن سعيد القادم بهذه الانطلاقة ملهم القادم هنا محمد بن سعيد بن محمد النعيمي وهنا التحديات الأخيرة بين راهي وبين ملهم راهي وملهم التحدي الأخير مجريات هذا الشوط وأحداثه الله الله هنا التحديات الأخيرة ملهم وراهي راهي وملهم هنا بالانطلاق وبالأداء الجميل
الجميل هنا هنا راهي وملهم ملهم على الصدارة هنا وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا والناموس سلام مدينة العين، تهانينا لمحمد بن سعيد بن محمد النعيمي على فوز ملهم بالمركز الأول. المركز الثاني راهي راشد بن سعيد بن محمد بن مصلح الأحبابي المركز الثالث. أزمة القادمة، أزمة القادمة مع المركز الثاني، مع المركز الثاني بمتابعة محمد بن سهيل بن خيرات العامري المركز الثالث. وصول مشاهدينا متابعين الكرام، تحديات جمايل لصالح بن يابر بن صالح العامري بأول ندى، تأتي بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير وأسيل عتيبة بن سالم النايلي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، ولكن أزمة، أزمة على الصدارة، أزمة على المقدمة. سلام، سلام للوقن، سلام، اسعدت صباحا للمرة الثانية، للمرة الثانية في هذا الصباح. تهانينا لمحمد سهيل بن خيرات العامري على فوز أزمة بالمركز الأول المركز الثاني. المشكلة ستمائة متر الأخيرة في هذا المسار، وهذه ظن، هذه ظن عبد الله بن سلطان، عبد الله بن سلطان الدرعي، عبد الله بن سلطان الدرعي وزعزعة عمر بن محمد بن قران، بن قران الكتبي، بن قران الكتبي مع المركز الأول. غيرت زعزعة، غيرت زعزعة على المركز الأول، والمحاولة من ظن، ظن ولا زعزعة، زعزعة ولا ظن مع الأمتار الأخيرة. ظن 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 فيها الظن الجميل عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي. تهانينا والناموس، تنتزع ناموس هذا الشوط، سلام لأهل الجنوب، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز، عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي على هذا الأداء. المركز الثاني أيضا قدمت أداء جميل، زعزعة عمر بن محمد. هنا المنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل والتحدي. هنا الوسمي من الجانب الآخر، الوسمي لحمدان بن راشد بن حمد بن زفنة العفاري، ولكن الصدارة، الصدور والمقدمة. هنا دال من يأتي على الصدارة، دال على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط محمد بن سالم بن نقاش العامري. سلام، 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 سلام مدينة العين، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. هنا وانطلاقتي دال على الصدارة وعلى المركز الأول. تهانينا والناموس لداعم هذا الشعار أيضا سالم الدغاش. تهانينا محمد بن سالم الدغاش العامر المركز الثاني قناد، من وصل محمد بن سعيد بن دلوان الوسط. المركز الرابع، لكن اول ندى نعم لميهاب، وين وين موقعنا؟ لاربعمائة متر الاخيرة، والمعالي وسياف راعي الطيرة وبن علوب العامري وابن طماطم العفاري. شوط الختام، اخر اشواطنا من المرمومة، شوط المهجنات الاصايل لإذاعة. هو اللي على المركز الاول، عالي 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 عالي، ولكن والم 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 اللي غير، والم اللي روح بهذا الشوط. تهانينا والناموس الى اهالي الهباب، الى سعيد بن بن صويح بن سالم بن علوم العمري المركز الثاني. مرحبا باسم البلد وشعبه المخلص وميره، مرحبا ترحيبه الغايب يلمن شاف داره.